جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اقتدى الإنسان بالإمام وهو في الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، هل يقول التشهد فقط أم يقول الصلوات الإبراهيمية والدعاء ثم يقوم ويكمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المسبوق يتابع إمامه فيما بقي من الصلاة من الركعات ومن الجلوس التشهد وغير ذلك. فإذا سلم إمامه فإنه يقوم ويأتي بما فاته، فإن كان لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة فإنه يضيف إليها أخرى ويجلس للتشهد الأول إن كانت الصلاة غير ثنائية، ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ثم يسلم. أما إذا كانت الصلاة ثنائية فصلاة الفجر فإنه يأتي بركعة يضيفها إلى الركعة التي أدركها مع الإمام، وكذلك صلاة الجمعة، ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ثم يسلم. هذا هو المسبوق لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. نعم.